بدأت بشائر رمضان واللي بيحلى معاه الابتهال والإنشاد، ومصر زي ما احنا عارفين بلد غنية بمبدعيها في كل المجالات. رمضان مرتبط معانا بالابتهالات، ابتهالات الشيخ النقشبندي بعد صلاة المغرب وقبل الفجر، وأصوات رموز التلاوة. يعني أصوات من السماء عمرنا ما ننساها أبدا، يعني دولة الإنشاد الديني والقراءة القرآنية في مصر ما ننساش أبدا. شيخ طه الفشني، محمد الكحلاوي، إمام المبتهلين سيد النقشبندي، شيخ نصر الدين طبار، أسماء مهمة جدا. كلنا كمصريين اتعودنا إن احنا نسمع الابتهالات ومدح سيدنا النبي في شهر رمضان المبارك. خلونا نستقبل الشهر الفضيل ده بفقرة متميزة النهاردة في ليلة الرؤية من الابتهالات مع القارئ والمبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي اللي منورنا ومشرفنا في استوديو صباح الخير يا مصر. أهلا بيك يا فندم. أهلا، كل سنة وحضرتك طيب. كل عام والأمة الإسلامية وبلدنا بخير وصحة وسعادة، وحضراتكم جميعا بخير حال إن شاء الله. قبل ما نسمع ابتهالات نبدأ بقراءة قرآنية كده لآيات الصيام إن شاء الله يا فندم، بأمر الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر ولعلكم تشكرون.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يعني خلينا نبتدي نتكلم معاك على طول عن الابتهال وعن الإنشاد وعن مرشدك المفضل وعن إزاي دخلت في طريق الإنشاد والابتهال. تبتدي بإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجال الابتهال الديني هو مجال روحاني أكثر من هو مجال يعني أداء، لأن هو بيعتمد عليه في الأساس، يعني في الإحساس. ان المبتهل او المنشد الديني، في فرق بين الابتهال والانشاد؟ هو طبعا احنا عندنا المبتهل اللي هو بيقول فردي سولو، يعني زي ايه كده، بدون الات موسيقيه. اما الانشاد الديني بيشترك فيه بعض الالات زي الدف والالات الموسيقيه، زي الفرق مصاحب معاه الات مصاحب مع الالات الموسيقيه، وبيشترط مثلا زي الموشحات. انا هقول موشح او هقول مثلا ابيات منفرده، فدي تعتبر ابتهال، مناجاة زي اللي بنسمعها في إذاعة القرآن الكريم وفي شعائر صلاة الفجر. فالابتهال الديني كان عندي في البداية، يعني جزا الله عني والدي ووالدتي خير الجزاء، زرعوا فيا يعني حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصغر، وعلمونا طبعا وربونا على سماع إذاعتنا الموقرة إذاعة القرآن الكريم. فيعني نحمد الله على ان احنا يعني انتسبنا في هذا العمر، وشرفنا ان انا اعتمدت قارئ ومبتهل في اذاعه القران الكريم، وهذا شرف لنا كبير. شيخ محمد، رمضان لا يحلو او ما بيحلاش كده من غير ما نسمع مدايح سيدنا النبي والاناشيد والابتهالات الدينيه الجميله بصوت النقشبندي وباصوات كمان مجموعه من كبار المنشدين والمبتهلين. ابرز الابتهالات في الشهر رمضان ايه؟ طبعا احنا عندنا تراث كبير قوي يا استاذنا في اذاعه القران الكريم. لمشايخنا العظام، حضرتك يعني تكرمت ما شاء الله، الله أكبر، ويعني حضرتك شكلك من المحبين لهذا المجال. ذكرت أسيادنا، هم أجيال الرعيل الأول، يعني لن يأتي أحدا مثلهم. أمثال سيدنا الشيخ النقشبندي رحمة الله عليه، والشيخ طه الفاشني، والشيخ محمد عمران، والشيخ البساتيني، نصر الدين طبار، والشيخ نصر الدين طبار، وغيرهم، حتى لا أنسى أحد من مشايخنا وأعلمنا. فتراثنا كبير قوي، وعندنا يعني حصيل كبير، وما زال الجيل الجديد حاليا ان شاء الله في اذاعه القران الكريم بيجدد، ويعني ويمشي على نفس المنهج ان شاء الله عز وجل. انت ما اخترتش حد معين برضه؟ نسمع حاجه جديده على نفس النهج القديم. هنبتدي بحاجه من الحاجات اللي حضرتك بتقولها ان شاء الله بامر الله عز وجل. نقول رمضان شهر الصوم اكرم زائر. يلا بامر الله. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة اللهم اجعله شهرا مباركا يغفر فيه ذنوبنا ويستر فيه عيوبنا. اللهم
ببركة هذا الشهر الكريم احفظ بلادنا شعبنا وزرعنا وضرعنا وجندنا يا أكرم الأكرمين يا رب. رمضان أهلا مرحبا رمضان رمضان أهلا مرحبا رمضان الذكر فيك يطيب الذكر فيك يطيب والقرآن رمضان شهر الصوم أكرم زائر والخير ينشر حوله ألوانا فيه اصطفى الرحمن أحمد رحمة للعالمين ونزل القرآن أوحى إليه اقرأ صلى الله عليه أوحى سبحان ربي علم الإنسان. ليك مولانا ويزيدك من فضله ما شاء الله. الله يعني الابتهال والإنشاد لا يعتمد فقط على حلاوة الصوت، يعني لازم الشخص المبتهل والمنشد يكون على دراية بعلوم الموسيقى، الثقافة الموسيقية، المقامات، كمان ثقافة اللغة، كمان التعامل مع النصوص والموشحات وغيره. الشيخ محمد الصعيدي ازاي شكل شخصيته كمبتهل ومنشد وتعامل مع ثقافة الموسيقى واللغة كمان؟ طبعا يا أستاذنا حضرتك يعني ذكرت جانب مهم جدا، الفضل لله عز وجل أولا، ثم لوالدي ووالدتي والله يعني جزاهم الله عني خير الجزاء، ثم من بعد ذلك أعانني على هذا الموضوع زوجتي، وطبعا يعني أخذوا يعني بإصري وشدوا من أزري في أن أنا يكون عندي حصيل نغمي وأتعلم. والدي خد بإيدي وداني لأساتذة الموسيقى وللدكتور اللي أنا يعني أشرف أن أنا تعلمت على يديه، الدكتور حسام صقر أستاذي في دكتوراه الصوت والارتجال النغمي، وهو من أحد الأعلام في بلدنا الحبيبة. لازم المبتهل يكون عنده دراية عشان يعرف يوظف الكلمات مع النغم مع الإحساس. ما ينفعش أن أنا أقول إحنا في مناسبة سعيدة استقبال شهر رمضان المبارك، ربنا يبلغهن بالخير والبركة، ما ينفعش أن أنا أقول الابتهال بحاجة بطريقة حزينة. أنا أقوله بطريقة وأنا فرحان، لازم صوتي يكون فرحان وإحساسي، ما هو ده اللي هينطبع على المستمع بعد كده. فلازم المبتهل يكون عنده دراية بهذا العلم، نسأل الله أن يعلمنا يا رب العالمين. طيب في ناس عندها ثقافة المسرح، في ناس عندها ثقافة قراءة الجمهور. حضرتك لما بتبقى في حفلة أو في مكان للإنشاد
بتحدد هتنشد ايه وانت رايح، ولا لما بتشوف الناس وبتشوف استقبالهم لايه وبتشوف هم متجاوبين اكتر معاك؟ والله الجمله دي يا استاذه اللي انت قلتيها يعني حصلت معانا فيها جولات وصولات يعني. طبعا احنا مثلا بتكون عندك دعوه احتفال ليله القدر، احتفال ليله النص من شعبان، احتفال ليله الاسراء، اي مناسبه عامه، فانت رايح محضر يعني عامه ايات مثلا الايات المناسبه، ابتهال عن المناسبه. لكن ممكن تحصل يعني حد من المحبين يقول لك انا نفسي اسمع كذا يا عم الشيخ، انت ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك وانت بتقرا فتروح محول على مكان تاني. هنا بيبقى رزق المستمعين. ما هو القارئ كالحالب والسامع كالشارب، ودي ارزاق. جميل، يلا نوسع رزق المستمعين. فتح من ربنا. لا وانتوا رزقكم واسع ان شاء الله. ما شاء الله. يوم مبارك وانا سعيد جدا بوجودي مع حضراتكم. نسمع بقى. نسمع. نقول حاجه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الحان الدكتور حسام صقر، حاجه جديده وجميله جدا. يا بسم الله. صلوا على سيد الثقلين واغتنموا، صلوا على سيد الثقلين واغتنموا، فضلا الثقلين واغتنموا، فضل الصلاة من الرحمن ذي المنن، وأكثروا بعدها التسليم وابتدروا ورددوا القول في سر وفي يمن. صلى الإله على سيد المختار. فضل الصلاة وأتم التسليم. هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع القارئ والمبتهل محمد حسن الصعيدي النهاردة في ليلة الرؤية، ونسمع ابتهالات أكتر ونسأله كمان إزاي مساحة الإبداع بقى والاختلاف. عندنا تراث كبير من المنشدين، إزاي النهاردة نجدد في هذا التراث. نروح لفاصل سريع ونرجع مرة تانية. لسه مكملين مع حضراتكم مع القارئ المبتهل محمد حسن الصعيدي في ليلة الرؤية، ونرجع مرة تانية لحضرتك بنرحب بيك. وسؤال كان قبل الفاصل عن مساحة التطوير والإبداع في الإنشاد والابتهال الديني. احنا عندنا تراث كبير جدا من أقطاب الابتهال وأسماء مهمة جدا، حضرتك ازاي ممكن تجدد أو تبدع في المساحة دي؟ التجديد بيكون في النصوص. يعني التطوير والإبداع يكون في تجديد النصوص، إن أنا ما أكررش النصوص القديمة، مع احتفاظنا طبعا وتقديرنا للنصوص بتاعتنا التراث، ولكن لازم يكون عندنا رصيد من الجديد. يعني لازم يكون المبتهل أو المنشد مبدع، عنده جيب جديد، كلمات جديدة، علشان يضيف تراث ويتحفظ برضه زي مشايخنا الكبار. التجديد بيكون في النصوص، ولكن نمشي على نفس النهج في ايه؟ ان ناخد من كل بستان زهرة، من كل طريقة مشايخنا الكبار، اسمعهم كلهم واتعلم احساسهم وطريقة ادائهم وفنهم وتعاملهم مع المناسبات ازاي ومع طريقة الاداء ازاي. هي دي التطوير يا استاذ. مع ان احنا متخيلين ان احنا على طول بنعيد تكرار وبنعيد تقديم القديمة، وهو ده اللي احنا الاغلب العام بيكون حافظه. تمام. ما هو احنا قلنا ايه؟ ما نقدرش نبعد عنه، لان ده غذاء الروح. ده اللي بيدينا الطاقه. ده اللي احنا بنشحن منه. ده اللي احنا بناخد منه النغم وناخد منه الابداع. الى الان
والى ان تقوم الساعه مش هيخلص ابداع مشايخنا. صحيح. شوف مع ان احنا سمعناه بص من امتى هو متوفين ومسجلين الحاجات دي طب. لكن ما زال في كل شطره هو قالها ازاي كده، هو عمل العربه دي ازاي، ده انا سمعتها قبل كده ما سمعتش ازاي هو قال كده. فهنا الشرط بقى التجديد في النص وامشي على نفس النهج. كمان احنا ما شاء الله عندنا شباب من المنشدين بيشاركوا حتى في مسابقات مهمه جدا زي ما حضرتك قلت في الاول الكلام. بلدنا هي الرائده في هذا المجال وهي من صدرت علم التلاوه والانشاد للعالم اجمع. اسال الله ان يديمها علينا اللهم امين دايما يا رب. كنت يا لسه رب. عايزه اقول عايزين نسمع حاجه من القديم بس لا هنسمع بقى حاجه من الجديد علشان على نفس النهج القديم بامر الله. صلوا على سيدي الثقلين واغتنموا فضل الصلاة من الرحمن ذي المنن. صلوا على سيد الثقلين واغتنموا فضل الصلاة الرحمن ذي المنن. وأكثروا بعدها التسليم وابتدروا ورددوا القول في سر محمد. عشاق مدح النبي كتير أو كلنا بنعشق نسمع مديح سيدنا النبي وفي ناس كتيرة وشباب حتى بيسمعونا عايزين يعني يشعروا كده هم قادرين على الإنشاد أو الابتهال. سؤال لحضرتك، هل لدينا يعني أكاديميات أو مراكز متخصصة بتعلم من يرغب من شباب الابتهال والإنشاد الديني إنه يتعلم الأصول، الأصول الخاصة بالمقامات، الأصول الخاصة بالتعامل مع الكلمة والنص؟ احنا عندنا يا فندم دلوقتي في مبنى الاذاعه والتلفزيون هنا الدوره التاهيليه، ان انت كيف تكون مبتهل او قارئ بيأهلك عشان تدخل وتكون مثلا مبتهل او قارئ في اذاعه القران الكريم، بيديك البنود والاساسيات على ايد اساتذه متخصصين. ثم بعد ذلك في لو انت عاوز تتعلم حاجه خاصه بره عن زي ما والدي عمل معايا، ارسل بي الى الدكتور حسام صقر جزاه الله عني خير وعلمني وعلم النغم وطور من ادائي وازاي اوظف النغم للكلمات وهكذا، ويعني المجال مفتوح ان انا اتعلم، بس ان انا اروح صح للمكان الصح، اتوجه لحد يفيدني مش يضلني، بس هي دي اهم حاجه في هذا المجال. طيب شيخ محمد، احنا لما بنسمع الابتهالات قبل قران الفجر وقبل صلاه الفجر بنبقى عارفين ان دي اشارتنا بقى الاخيره، اللي عايز يشرب، اللي عايز يعني اطرف مواقفك اللي تتذكرها واثناء ادائك للابتهالات قبل اذان الفجر. وبصوا حضرتك وقت يا فندم، يعني هو الموقف ده بيبقى صعب قوي على المبتهل. من حضرتك مثلا عارفه ان احنا بننقل شعائر صلاه الفجر من مسجد آل البيت سيدنا نفيسة رضي الله عنها، وانا ان شاء الله عندي فجر 20 رمضان في مسجد ستنا سيدنا نفيسة رضي الله عنها وارضاها، ربنا يبلغنا رمضان على خير. فطبعا انا واقف بقول ابتهال، قبل ما بدخل الابتهال بكون شارب ميه، فيعني انا واقف بقول ابتهال وخلاص يعني هاذن. الطبيعي ان احنا في بلدنا هنا قبل الاذان بتاخد لك ايه؟ الناس كلها بتشرب وانا واقف مش عارف اشرب يا جماعه، طب حد يجيب لي اي بق؟ مفيش طبعا، مش هينفع لان انت على الهوا وانت اللي هتاذن يعني. يعني دي من اغرب المواقف واجملها يعني، لكن ربنا بيرضينا ببركه الشهر الكريم وبركه ال البيت وبركه ان الناس مبسوطه ومستحبه، ده ربنا بيهون علينا كل حاجه الحمد لله. ربنا يرضيك دايما. حابين نختم معاك بقى النهارده حلقه صباح الخير يا مصر بابتهال تختاروا لينا. حاضر يا فندم.
نقول لموشح مولاي كتبت رحمة الناس عليك. اتفضل. ونختم بدعاء. مولاي 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 كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم فالمرجع والمآل والكل إليك والكل إليك عرب وعجب ما لي يصلح للأرض عليك بل صار عدم فارحم ذلي فارحم ذلي ووقفتي بين يديك فارحم ذلي ووقفتي بين يديك إن زل نختم بالدعاء إن شاء الله. نختم بالدعاء اتفضل. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وتاج رؤوسنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بلغنا رمضان واكتبنا فيه من الفائزين واجبر ضعفنا واجبر كسرنا وأصلح أحوالنا وافتح لنا بفتحك يا فتاح اللهم اجعلنا فيه من المقبولين الفائزين بجنات النعيم اللهم اجعلنا في شهرنا من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين ارحم والدينا كما ربيانا صغارا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب يا رب فيك رجانا أم أمين رب العالمين بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وأمتعتنا وشرفتنا شيخ القارئ المبتهل محمد حسن الصعيدي كل عام وحضرتك طيب الله يبارك في عمر حضرتك وأنتم طيبين كل سنة وحضرتك بألف أنتم طيبين.